وينضم إلينا من بيروت السيد تيتشيبان المدير الإقليمي لليونسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بعد التحية سيد تيد، دعني بداية أتعرف منك عن انطباعك الأولي بعد جولتكم اليوم في محيط الانفجار. في البداية دعني أقول بأنني نصف لبناني، لقد تربيت في هذه المنطقة وشاهدت الحرب الأهلية هنا. هذا الانفجار دمر الآلاف من المنازل والأسر وله تبعات كبيرة على حياة الكثيرين. 120 مدرسة تدمرت، نصف المراكز الصحية، أيضا الأطفال تأثروا بشكل مباشر من الإصابات. هناك تبعات نفسية وهذه مأساة ضخمة لدولة تمر بأزمات اقتصادية وفيروس الكورونا. هل لديكم سيد تيد إحصائيات على الأقل مبدئية حول حجم الخسارة والخسائر بشكل عام؟ نحن نعرف أن لدينا تقريبا 5,000 جريح أو 6,000، من بينهم حوالي 1,000 من الأطفال. هناك متطلبات فورية وحاجات فورية تم تقديرها من قبل المنظمات الدولية، من بها اليونيسيف، تعادل 550 مليون دولار، وأيضا هناك ما يعادل 4 مليون دولار مطلوب للدعم الفوري والآني للمرافق الصحية وللتعليم. هذه احتياجات إنسانية ضرورية. في نفس الوقت هناك عملية يتم التنسيق لها من قبل شركاء البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في محاولة لتقييم مع السلطات اللبنانية والمجتمع المدني ما هي الاحتياجات الخاصة بإعادة البناء و على المدى الطويل. فهنا نحن نعرف بأنه بالإضافة إلى الاحتياجات الإنسانية، ما الذي يتطلبه الأمر لمساعدة وتقديم الدعم في عملية إعادة التأهيل وإعادة البناء. الأهم هو أيضا التعافي للبشر والناس. هناك دعم اقتصادي تحتاجه هذه الأسر بسبب هناك أعباء تصل إلى 3 أضعاف حجمها الطبيعي خلال هذه الفترة. هناك حاجة للأطفال لأن يعودوا مرة أخرى للتعليم بشكل طبيعي. نحن في مرحلة فيروس الكوفيد 19 ونحاول أن ننظر في مسألة إعادة الأطفال مرة أخرى لحياتهم الطبيعية من حيث التعليم والبحث عن حل لذلك. 120 مدرسة تدمرت، حوالي أكثر من 50,000 طفل كانوا ينتظمون في دراستهم في هذه المدارس. نحن نريد أن نبحث في إعادة تأهيل وإعادة تشييد هذه المدارس مرة أخرى. بشكل عام، ما هو شكل التنسيق بين اليونيسف وبقية منظمات الأمم المتحدة؟ من المعلوم أن الأمم المتحدة بشكل عام تهتم وبقية المنظمات تهتم بما دار وما يحدث الآن في بشأن مساعدة لبنان. هل لديكم تنسيق مع بقية المنظمات؟ بالطبع، من بين الشركاء الدوليين الذين نعمل على تقديم الدعم معهم هنا في لبنان، نحن نعرف من البداية بأن هناك حاجة للمياه الشرب والصرف الصحي، أيضا الدعم الاجتماعي للأطفال. نحن نعمل كجزء من أسرة الأمم المتحدة ونعمل على التنسيق مع المنسق المقيم في لبنان وهو الذي يدير منظومة الأمم المتحدة،
كل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية تنسق من في قطاعات مختلفة مع العديد من الشركاء. لذلك وصلنا إلى مناشدة بتوفير 5.5 مليون دولار لتقديم الدعم في مجال المياه والصرف الصحي والمرافق الصحية. هذه احتياجات ضرورية مطلوبة خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وهناك حاجة للاعتراف بالمرحلة الثانية، إعادة الإعمار وإعادة التأهيل، ومن بين الشركاء البنك الدولي وغيرهم. سيد، أشرتم في معرض إجاباتكم إلى أهمية الدعم المعنوي والنفسي خصوصا لقطاع الأطفال. هل لديكم تصور لخطة عمل في هذا الإطار، في هذا المسار تحديدا؟ نعم، في أقرب وقت اليونيسف تنسق مع السلطات المعنية للعمل مع عدد من المنظمات غير الحكومية التي تتعاقب بنشاط الأسر التي تأثرت بهذا الانفجار. ما هي احتياجاتهم تحديدا؟ ما هي الاحتياجات النفسية للأطفال؟ بشكل مبدئي، كل طفل في منطقة بيروت تأثر، حوالي 6000 طفل يعيشون في هذه المنطقة. هذا الانفجار لم يكن تقليدي وآثاره ليست تقليدية، وبالتالي فإن الأطباء النفسيين وأطباء الأطفال يقولون بأن النصف الغالبية من الأطفال يقلقون خلال الليل ويستيقظون خلال النوم بسبب الخوف والتداعيات النفسية، وذلك يضع الأطفال في أمس الحاجة لدعم نفسي. يبدأ من الأسر ثم المجتمع ثم الدعم الدولي من قبل المنظمات مثل اليونيسف وغيرها من الشركاء. في المرحلة المقبلة في سبتمبر سيتم إتاحة الفرصة لعودة الأطفال مرة أخرى إلى الحياة الطبيعية، وما نقصده أن يعودوا إلى الأطفال لأن يلتقوا بأصدقائهم مرة أخرى. حتى في عصر الكوفيد هناك حاجة للتخطيط، لأن تكون الدراسة جزئيا في الفصل الدراسي وجزئيا عن بعد بالمنازل. نعمل على ذلك من خلال التنسيق مع وزارة التعليم وأيضا اليونسكو. نبحث عن طرق لتوفير أجهزة لوحية للأطفال للاستفادة منها خلال التعليم. 50,000 طفل فقدوا حياتهم التعليمية، وبالتالي نحن نبحث مع الشركاء عن حلول لهذه الأزمة، ونتأكد من أن هؤلاء الأطفال يعودون مرة أخرى إلى التعلم ولحياتهم الطبيعية. تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شكرا جزيلا لك.